الو، استاذ محمد الشناوي، السلام عليكم. السلام عليكم يا كابتن محمد. السلام الو، عليكم. السلام عليكم يا كابتن محمد. ازيك يا استاذ عبد الناصر، اخبار حضرتك؟ يعني لعلك بخير، معلقنا الرياضي المحترم الاستاذ محمد الشناوي، وكلام مهم جدا عن دوري الممتاز به وحصاد بنعمله ارضاء للغلابه ومن اجل الغلابه ولوجه الله. يعني قول لنا حصاد الثلاث مجموعات بعد ما نرحب بيك يا محمد. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، واهلا بكل اللي بيشاهدوك النهارده عبر القناه اللي اصبحت يعني حدث ولا حرج حاجه محترمه جدا جدا على اليوتيوب. حاجه يعني بسم الله ما شاء الله مسخره، حاجه بتقدم كل الجديد، بتحاول تقدم كل الموضوعات، تتناول كل يعني تتناول كل الموضوعات، فدي حاجه بسم الله ما شاء الله يا استاذ عبد الناصر. ربنا يخليك يا رب يا محمد. نبدا بالمجموعه الاولى. المجموعه الاولى يا استاذ عبد الناصر ولا عايز مجموعة يعني مثيرة جدا، المجموعة اللي يعني عند الغاليين علينا جدا هناك بقى في صعيد مصر. قلنا ان سوهاج كان فاز على تليفونات بني سويف 1-0 وحضرتك كنت عرفت الهدف. في المقابل فريق المنيا بيفوز على الفيوم 2-1، بني سويف 5-2 على بيروت، بترول اسيوط لسه فريق بني سويف ما ظهرتش بصماته. بن انا بيفوز، ايوه بيفوز معاك. يعني شبان انا بيخسر 0-2 من البنك الاهلي، والالومنيوم 2-2 على طهطه. يعني احنا بنعرض اهداف بني سويف في ديروط وانت بتتكلم عن المجموعه الاولى. تمام يا استاذ عبد الناصر، حاجه محترمه يعني بتقدمها انت، وخدمه جميله جدا بتقدمها لكل عشاقك. بني سويف يا استاذ عبد الناصر فريق يعني في الصداره ب 38 نقطه، ومعاه البنك الاهلي ايضا ب 38 نقطه. المركز الثالث الالومنيوم، تحس يعني ان هو بعيد شويه، فرق 5 نقاط. يعني نقدر بقى من هنا نقول ان المنافسه هتكون يعني محتدمه جدا بين بني سويف والبنك الاهلي. الامور بقى في الماتشات اللي جايه هي اللي هتحدد بشكل كبير مين اللي هيتاهل. هل بني سويف هيخطف البطاقه، ولا البنك الاهلي هو اللي ممكن يعني يتاهل الى الدوري الممتاز؟ فالامور هتكون صعبه في المجموعه الاولى، وبرضه مش هتحسم غير في اللحظات الاخيره. الامور متشابكه، والاوراق ايضا يعني اكيد ورقه الصعود معلقه حتى اللحظات الاخيره. القصه كلها في الهبوط بقى، وهل هيطبق الهبوط 5 فرق ولا لا؟ اعتقد ان الامور هتبقى صعبه هذا الموسم، في وعودات كده من تحت الترابيزه ان مفيش. الكلام ده كله عاري تماما، ممكن كله هذا الكلام عاري، هذا الكلام عاري تماما من الصحه، واللجنه الخماسيه برئاسه عمرو الجنايني بتعمل لصالح الكره المصريه، ولا صحه بالمره بالغاء الهبوط او تقليله. هو في كلام بيتداول استاذ عبد الناصر ان في وعود من تحت الترابيزه ان ممكن يلغوا الهبوط، وكان في مفاوضات عشان الممتاز به يرجع بالغاء الهبوط، وبعض الفرق كانت بتطالب بالكلام ده. فهل ده هيتم ولا مش هيتم؟ ده اللي هتجاوب عنه الايام القادمه باذن الله ان شاء الله. قدامنا اهداف عندنا ندخل بقى على المجموعه الثانيه، مجموعه القاهره والقناه، ولا لسه في لا لا يعني انت عاوز اي حاجه في المجموعه الاولى؟ لا، المجموعه القاهره والقناه، ويا ريت برضه يعني نقول للناس ان للاسف كلنا حزانة على موقف الترسانه. طبعا يا استاذ عبد الناصر، الترسانه يعني بطل الدوري قبل كده، ده نادي الشاذلي هداف الدوري 4 مرات. يعني بص تتكلم على الترسانه زي ما انت عاوز تقول، قول الترسانه قدم للكره المصريه الكابتن حسن الشاذلي واحد من رموز كره القدم المصريه والهداف التاريخي للدوري كان ابن الترسانه اللي قدم محمد ابو تريكه ايضا للكره المصريه. يعني حاجه الترسانه حاجه تدمع لها العيون يا استاذ عبد الناصر. عندنا في اللقاءات اللي كانت تمت من يومين، فريق الداخليه بيخسر 1-2 امام منتخب السويس الداخليه اللي كان عنده فرصه للمنافسه. فريق سيراميكا كليوباترا بيفوز على كوكاكولا، وده فوز جعل سيراميكا كليوباترا بصداره وبيتشبث بالصداره ويتشبث ايضا بالامل، بينما فريق بتروجيت اللي ايضا بيعافر من اجل بطاقه الصعود بيفوز على الترسانه 1-0. والغريب ان فريق بتروجيت مع يعني مع الكابتن محمد عوده في بدايه الموسم كان بيعاني وكان احد الفرق المهدده بالهبوط، ولكن بتروجيت من الفرق اللي بتعرف تلم نفسها كويس، وقدر ان هو يرجع في التوقيت يعني المناسب، وايضا بدا ينافس سيراميكا كليوباترا. فريق الزرقاء بيخسر على ملعبه 1-2 امام القناه، وجمهوريه شبين بيتعادل مع نجوم المستقبل 1-1، وفريق النصر نادي بيبو الخطيب نادي الاسطوره يا كابتن عبد الناصر اللي خرج للكره المصريه بيبو بيفوز على المريخ 1-0. طيب ده بالنسبه للمجموعه الثانيه، نروح للمجموعه الثالثه.
سريعا بس كده احط المشاهدين في جدول الترتيب: سيراميكا كليوباترا 35 نقطة، بتروجيت بيجي تحتيه ب 32، والداخلية 31 نقطة. تمام. أعتقد إن المنافسة هتكون بين الثلاث فرق دول، لأن منتخب السويس 28 نقطة، فرق 7 نقاط وباقي 4 مباريات فقط. هتكون الأمور صعبة جدا بالنسبة لمنتخب السويس. هو ونادي النصر أيضا اللي بنفس الرصيد 28 نقطة، ولكن كل شيء وارد في كرة القدم، ولكن البطاقة مش هتخرج من الداخلية وبتروجيت وسيراميكا صاحب الصدارة. بينما بقى في المجموعة الثالثة، المجموعة اللي حصل فيها دروب غير عادي، ويعني دمنهور اللي كان متصدر أصبح في المركز الثالث. هقول لكم النتائج وبعد كده أروح لجدول الترتيب. نادي الرجاء المطروح بيخسر على ملعبه 0-2 أمام غزل المحلة، اللي بدأ يقدم موسم أكثر من رائع مع المدير الفني الكابتن خالد عيد، واحد من يعني نجوم غزل المحلة في عصره الجميل الكابتن خالد عيد، وايضا كان صعد مع منتخبنا في مونديال 90، ولكن الاصابه حرمته من المشاركه في المونديال الكابتن خالد عيد. بينما الكابتن احمد الكاس مع سماد ابو قير نتيجه ولا اروع، والفوز 4-0 على الحمام، وده بيصعب من موقف الحمام. بينما بلدية المحلة بيفوز على مالية كفر الزيات 2-1، وبيلا اللي خلاص يعني ضمن الهبوط بيخسر 1-4 أمام نادي الأولمبي ودمنهور في ملعبه. هي دي بقى النتيجة اللي يعني صعبت الأمور بالنسبة لنادي دمنهور، بيخسر من ديكيرن 0-2، بينما المنصورة أيضا في ملعبه بيخسر 0-2 أمام فاركو. قدامنا بالنتائج أهداف اللي حصلت الأسبوع ده، غزل المحلة الأول يا محمد. يتصدر في الجدول ب 35 نقطة، محمد فاركو بنفس الرصيد 35 نقطة، وبيجي بعديهم دمنهور 33 نقطة، وبعد كده المنصورة ب 30 نقطة. يعني لك أن تتخيل يا أستاذ عبد الناصر أن المنصورة بيخسر على ملعبه من مين؟ من غزل المحلة. كان زمان المنصورة 33 والغزل 32. سبحان مغير الأحوال في هذه المجموعة. ودمنهور أيضا اللي بيخسر من ديكيرنس في ملعبه بيرجع من الصدارة للمركز الثالث، فمجموعة هتكون من أصعب المجموعات حتى اللحظات الأخيرة. عندنا مالية كفر الزيات وبيلا الاثنين ضمنوا هبوط رسميا يا أستاذ عبد الناصر. قدامنا فاركو والمنصورة على ملعب المنصورة، وهزيمة غير متوقعة للمنصورة. مباراة يعني طبعا بيقود فاركو الدكتور احمد عاشور، عنده خبرات قبل كده في الممتاز به، كان في موسم 2014 صعد مع دمنهور لو تفتكر يا استاذ عبد الناصر. الموسم ده كان ايضا اللي حضرتك كنت بتذيعه عبر كوره بلدنا برنامج القاهره، وكان دمنهور صعد، كان بس كان يعني اياميها كان الوضع يختلف، لان كان في ترقي وكان في يعني صعود اول 3 فرق من هنا وثلاثه من هنا، وبتعمل دوره الترقي. الامور اتغيرت دلوقتي وبقى بيصعد اول فريق مباشره. طيب عندنا كمان اهداف ديكرنس على دمنهور 2-0، ودي يعني المفاجاه التي اغضبت الناس من المدير الفني لدمنهور، وكانت مذاعه على صدى البلد عند النجم المتالق الدكتور ايهاب الكومي. طبعا يا استاذ عبد الناصر، بس انا عاوز اقول لحضرتك انها ما اصبحتش مفاجاه، لان فريق ديكيرنس بدا مع الكابتن مصطفى عبده منذ تولي المهمه الفنيه، وهو بيقدم يعني مباريات قويه جدا، وبيقدر ان هو ايضا يحقق الانتصارات ويجمع نقاط. وديكيرنس قبل مصطفى عبده كان بيعاني بشده، بعد مصطفى عبده بدا يجمع النقاط وبدا يدخل في سكه المنافسه، ده عنده 29 نقطه فريق ديكيرنس. فممكن يكون ند قوي في الايام اللي جايه، ولكن هي يعني الامور بالنسبه له صعبه شويه. ولكن في كره القدم خاصه الفرق الصداره في المجموعه الثالثه كلهم هيقابلوا بعض، فالامور في الفتره اللي جايه هتكون صعبه جدا، وتشابه يعني برضه تشابك الامور في هذه المجموعه لن تحسن الا في اللحظات الاخيره. بينما الكابتن كمال فريد في دمنهور ربنا يكون في عونه، لان خساره في ملعبه مش معمول حسابها ابدا، يعني المفروض في ملعبك ان انت تجيب ال3 نقاط باي شكل كان، ولكن في خارج الملعب يعني في اضيق الحدود ممكن مقبول ان انت تتعادل في مباراه تكون صعبه. غير كده يعني الامور اعتقد انها تزداد صعوبه في الفتره اللي جايه. قدامنا هو الهدف الثاني لتكرنس طبعا، ويمكن زميلنا الاستاذ ايهاب الكتامي كان عامل فيديو من يومين اتفرجت عليه على صفحته بيدافع عن كمال فريد، وبيقول طلعنا بيه السما ما ينفعش ما نساندهوش. وانا بتفق مع ايهاب الكتامي، لازم نقف جنب الراجل اللي حتى يعوض ما فات، لان لا مفر. يمكن انا بختلف مع مجلس الاداره، وبشوف ان مجلس الاداره كلامنجي اكتر منه بتاع فعل، ويعني والراجل مشغول دلوقتي بالانتخابات رئيس النادي،
ولكن في الأخير يعني نصبر على المدير الفني يا جماعة ونساند الفرقة زي ما قال زميلنا الأستاذ إيهاب الكتامي. هل لديك مباريات الأسبوع القادم؟ بص يا استاذ عبد الناصر، في موضوع المدير الفني الكابتن كمال فريد، الكابتن كمال فريد يلقى كل الدعم من مجلس اداره العبد المنور ولن يتخلى عن الكابتن كمال فريد في هذه المرحله الحرجه. ولكن مشكله دمنهور بقى يا استاذ عبد الناصر هي نفس مشكله المنصوره، هي نفس مشكله الاولمبي، هي نفس المشكله اللي عصفت بفريق الشرقيه بلد ال 8 مليون احفاد عرابي الى القسم الثالث. الانديه الجماهيريه اصبحت بتعاني بشده امام الانديه الراسماليه وانديه الشركات اللي بدات تستحوذ بشكل كبير وعندها المقومات انها تصرف. يعني النهارده فريق فاركو لما تيجي تقارنه بفريق دمنهور فرق نقطتين فقط، وكان ممكن دمنهور لو كسب يكون هو المتصدر، ولكن فريق بينفق حوالي من 15 مليون في السنه عشان يصعد لفريق تاني بيصرف 2-3 مليون، ففي يعني فارق شاسع جدا في المصروفات بالنسبه للانديه الشعبيه يا استاذ عبد الناصر اللي بدات تعاني في الفتره الاخيره. وقد يعني انت يعني لا اخفي سرا عليك موقف، انت حضرتك اتكلمت على الترسانه واي بتاريخه الكبير وايضا الاولمبي يا جماعه بتاريخه العريض ايضا بيعاني في هذه المجموعه، قد يكون احد الفرق الهابطه. فبالتالي المشكله اكثر مشكله ماليه، لان كره القدم اصبحت صناعه واستثمار وده ممكن يضر الانديه الجماهيريه. عندك مباريات الاسبوع الجديده؟ مباريات الاسبوع الجديده ان شاء الله يا استاذ عبد الناصر في اول حصاد، لان انت بتكلمني وانت عارف ان انا طبعا داخل انتخابات والله انا راجع دلوقتي حالا، يعني ما انت قلت لي فعلى طول كنت جاهز مع حضرتك عشان برضو الناس اللي بيستنوا حضرتك، فان شاء الله بعد كده ان نجهز المباريات دي مع بعض. ابعت لي البروشور بتاعك والبيانات وبكره هتكون معانا بمداخله تليفونيه في برنامج الطريق الى البرلمان الساعه 5 ان شاء الله يا استاذ. خد بالك النهارده بدا كده الهاشتاج بتاع حضرتك، بالفعل انا متابع الموضوع ومتابع كده من حوالي نص ساعه بالظبط. الاسطوره لا يقارب بمعزه. لا شغل كويس رغم ان انا انت عارف موقفي في هذا الموضوع وقناعاتي في هذا الموضوع. الاسطوره لا يقارن بمعزه، مش هكل ولا امل انا اقولها برضو للمره المليون. شكرا يعني حمد. المفروض ان الاستاذ عبد الناصر زيدان زي ما علمنا ان هو يعني يتجاوز عن كل الاساءات. انا عارف ان انت بتتحمل ما لا يتحمله بشر، بتتحمل ضغوطات، شايل حمل الجبال زي ما بيقولوا، بس في النهايه دايما الخير بيكسب والشر هو اللي بيخسر. وان شاء الله يا استاذ عبد الناصر منصور وان شاء الله رب العالمين دايما نشوفك في الافضل والامام، لان ده حقك علينا ان شاء الله. بكره الساعه 5 نلتقي ان شاء الله يا محمد. ان شاء الله حبيبي يا استاذ عبد الناصر. وفي النهايه يعني الساده المشاهدين الجمال انا بشكرهم على اتساع صدرهم. شكرا.